أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض مع حضراتكم أداء البورصة المصرية وأسواق الإمارات والسعودية والكويت والسلع العالمية وآخر مستجدات الشركات والأعمال، والبداية بأبرز العناوين. الأسهم العربية ترتفع خلال تعاملات مدعومة بنتائج أعمال الشركات. دبي تسعى لجمع 300 مليون دولار من طرح مؤسسة سيارات الأجرة في البورصة. النفط يتراجع والبنك الدولي يحذر من ارتفاع أسعاره إلى 150 دولارا بسبب الحرب. أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات جنيه. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة. كما ارتفع أيضا مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة أكرو مصر للشدات والسائلات المعدنية بنسبة 20% ليغلق عند 54.12 جنيها، يلي سهم شركة دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 16.93 ليغلق عند 46 جنيها. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة الشرقية للدخان بنسبة 11.61 ليغلق عند 27.97 جنيها. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعاً سهم شركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.80 ليغلق عند 52.75 جنيها. ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي مرتفعا بنسبة 0.52% عند مستوى 9285 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.07 مليار. ومن أصل 68 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة بينما انخفضت أسهم 22 شركة وبقيت 26 شركة على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شركة سوداتيل بنسبة 6.67% ليغلق عند 0.32 درهم، فيما ارتفع سهم شركة ألواحة كابيتال بنسبة 5.29 ليغلق عند 1.79 درهم. كما أغلق سهم شركة اي سي جي ستيليونز الإمارات مرتفعا بنسبة 3.25 ليغلق عند 6 دراهم، بينما انخفض سهم شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 8.33 ليغلق عند 1.10 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة 1.37% عند مستوى 3838 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 480 مليون درهم. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات بينما انخفضت أسهم 15 شركة وبقيت 10 شركات على ثبات. وارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 6.41% ليغلق عند 0.59 درهم. كما ارتفع سهم شركة سالك بنسبة 5.61 يغلق عند 3.20 دراهم. وأيضا ارتفع سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.46 يغلق عند 0.79 درهم. بينما أغلق سهم الوطنية للتأمينات العامة منخفضا بنسبة 9.50
عند درهمين فاصل 76. وعلى مستوى السوق السعودية، فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.51% عند مستوى 10535 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال فاصل 905 ملايين. وجاء سهم شركة الصناعات الكهربائية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.14% يغلق عند ريالين فاصل 15. تلا سهم شركة ملاذ للتأمين التعاوني بنسبة 6.50% يغلق عند 18 ريالا فاصل 36. كما ارتفع سهم شركة كابلات الرياض بنسبة 6.17% عند 74 ريالا، بينما تصدر سهم شركة السعودية للأبحاث والإعلام قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 3.36% عند 138 ريالا. أما في السوق الكويتي، فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعا بنسبة 2% عند مستوى 7047 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليون دينار. وجاء سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 3.77% يغلق عند 0.52 دينار. تلا سهم الاتصالات المتنقلة بنسبة 3.53% يغلق عند 0.46 دينار. لا أيضا سهم شركة بيت التمويل الكويتي بنسبة 2.87% يغلق عند 0.68 دينار، بينما تصدر سهم شركة الامتياز الاستثمارية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا نسبة بلغت 2.53% ليغلق عند 0.54 دينار. وعلى صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، قال مسؤول ببنك مصر الحكومي إن البنك انتهى من حصر جميع أراضيه غير المستغلة والتي بلغت قيمتها السوقية 120 مليار جنيه، استعدادا لبيعها تدريجيا أو الدخول بها كحصص عينية في شركات مع مستثمرين أجانب وعرب عبر الصندوق السيادي. وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أن تلك الأراضي تتضمن القطع التي آلت إلى البنك من تسوية المديونيات المتعثرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العامة. وذكر أن البنك يقترب بالفعل من بيع قطعة من بين تلك الأراضي لتحالف مطورين عقاريين تقوده مجموعة حسن علام بقيمة مليار جنيه. وأضاف إلى أن بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي كان قد تلقى بالفعل العديد من عروض الاستثمار لبعض قطاع الأراضي قبل أن يبدأ عملية الحصر. تعتزم شركة بلتون المالية القابضة إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر من خلال شركتها التابعة سيفن دخول سوق التمويل الاستهلاكي في الأردن عبر أوفتك القابضة الأردنية، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج. أحد المسؤولين المطلعين على الملف قال إن الاتفاق تم على أن تقوم بلتون بالاكتتاب في رأس مال شركة الوصلة المملوكة لشركة أوفتك القابضة بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار، بحيث تقتنص حصة في الشركة لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي بالتعاون مع شريك متواجد في السوق الأردنية. وقالت الشرق بلومبرج إن تنفيذ هذه الصفقة من المقرر أن يكون قبل نهاية العام الجاري. على صعيد نتائج الأعمال، أظهرت القوائم المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية ارتفاع الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة تتجاوز 143% لتتجاوز 1.8 مليار جنيه، مقارنة مع نحو 744 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وصعدت مبيعات الشركة المدرجة في بورصة مصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي بنسبة 67% لتتخطى 9 مليارات و700 مليون جنيه
مقارنة مع نحو 5,800,000,000 جنيه للفترة ذاتها من العام السابق. كما سجل النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 1.91 جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 97 قرشا للفترة المقارنة من العام الماضي. على مستوى ملف صفقات الاستحواذ، وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات على مسودة اتفاقية المساهمين لشركة إيثيتكو المزمع توقيعها مع ألفا أوركس ليمتد التابعة لشركة أبوظبي القابضة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين إن الاتفاقية تتضمن استحواذ ألفا أوركس على 30% من أسهم شركة إيثيتكو بعد الحصول على الموافقات القانونية لازمة. وكانت سيدي كرير للبتروكيماويات قررت إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة إيثيتكو لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة رأس مال إيثيتكو من خلال التخارج الجزئي لبعض مساهمي الشركة. تسعى مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي إلى جمع نحو 300,000,000 دولار من طرح حصة من أسهمها الشهر المقبل، ما سيعد أول طرح حكومي هذا العام. وبحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، تخطط المؤسسة لتوزيع أرباح للربع الرابع لا تقل عن 71,000,000 درهم وفقا لعرض الشركة على المستثمرين الذي طلعت عليه الوكالة. ومن المقرر أن تقوم بعدها المؤسسة التي تدير أسطول سيارات الأجرة في الإمارة بتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي أرباحها السنوية على دفعتين بدءا من العام المقبل بحسب العرض. وفي سوق أبوظبي نمت الأرباح الصافية لشركة الدار العقارية الإماراتية بنسبة 43% إلى 794,000,000 درهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت 556,000,000 درهم، فيما ارتفعت أرباح الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي بالأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 34% إلى 2,700,000,000 درهم على أساس سنوي، فيما سجلت إيرادات الفترة ودخل الإيجار ارتفاعا بنسبة 21% وصولا لنحو 9,900,000,000 درهم. أعلنت بروج بي إل سي إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في الإمارات عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، سجل صافي أرباح بقيمة تتجاوز 1,000,000,000 درهم ما يعادل 282,000,000 دولار، وذلك عن الربع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 22% مقارنة بالربع السابق. وساهم أداء بروج القوية في الإنتاج وتحقيقها لأهدافها في إدارة التكاليف وتحسين الإيرادات من خلال برنامجها الطموح لتعزيز القيمة في إثبات مرونة وقدرة الشركة على مواجهة صعوبات البيئة الاقتصادية العالمية وأسواق البولي أوليفينات المليئة بالتحديات. ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية STC التي تعد خامس أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي إلى 11,000,000,000 ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 17% مقارنة بأرباح بلغت 9,400,000,000 ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق. وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,500,000,000 ريال سعودية. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد حسن مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا بك يا فندم. في البداية أستاذ محمد، يعني لماذا واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الصعود بنهاية ثاني جلسات الأسبوع؟ طبعا المؤشر البورصة الرئيسي النهارده طلع بشكل ايجابي جدا، وصلنا لمنطقه 23,435، مستهدف ان هو يوصل لمنطقه 24,000 نقطه.
على أساس الارتفاعات الفترة الأخيرة دي نتيجة طبعا يعني استقبال أو توقعات إن يكون في حركة تحرير سعر الصرف بشكل كبير، فواضح جدا المشتريات اللي موجودة، حجم السوق بيكبر يوم عن يوم، أحجام التداول بتزداد، فواضح القوة الشرائية اللي موجودة في السوق بشكل عام. يمكن المستهدف بتاعنا في مؤشر الـ30 هو منطقة الـ24,000، وعندنا منطقة دعم رئيسية 21,500 و19,500. أعتقد دي مناطق دعم هيبقى صعب الوصول إليها في الفترة الحالية في ظل وجود القوة الشرائية في الوقت الحالي. أستاذ محمد، هل من الصعب حاليا تخطي أو تخطى مؤشر بورصة مصر الرئيسي مستوى 24,000 نقطة؟ لا، هو مش من الصعب، زي ما احنا شايفين القوة الشرائية كبيرة، فطبيعي ان احنا مع القوة الشرائية دي واحجام التداول العالية دي وتوقعات بنمو مزيد من قطاعات الاسهم في البورصة المصرية مع خطة الطروحات، مع توقعات ان يكون في زي كل يوم بنسمع ان في جهة من الجهات الأجنبية سواء العربية أو الأجنبية إن هم عايزين يستحوذوا على بعض الشركات، فده بيدل على إن أسعار ما زالت رخيصة وما زال لسه فيها فرص نمو وما زال فيها فرص نمو للصعود بشكل كبير جدا. فإن إحنا نعدي حاجز ال 24,000 نقطة، لا هو مش صعب، بس الطبيعي إن ده المستهدف بتاعنا بقاله فترة، فهنلاقي بعض تجني الأرباح عند منطقة ال 24,000 نقطة، وإنما هتعود السوق يستمر في الصعود مرة أخرى. انتقل بحضرتك أستاذ محمد لتحليل المؤشر السبعيني بسوق مصر، لماذا واصل اليوم الارتفاع وتجاوز مستوى 4,200 نقطة؟ طبعا برضو كان في ارتفاع بشكل كبير خلال الفترة اللي فاتت بعد كسر مستوى ال 4,000 نقطة، كانت مستوى مستهدف رئيسي للمؤشر، قدرنا نعديه وصلنا ل 4,421 نقطة. طبعا المستهدف دلوقتي اللي جاي، يعني السوق المؤشر مفتوح لفوق، يقدر يطلع لمستويات كبيرة جدا. عندنا مستوى الدعم النهاردة ال 4,000 نقطة، في فرص كبيرة جدا في المؤشر السبعيني، خاصة ان هو بيعتمد اكتر على تعاملات الافراد اللي عندهم شهية كبيرة جدا في خلال الفترة دي ان هم يستثمروا في الاسهم، ارتفاعات التضخم فبتخلي الناس تهرب تحافظ على فلوسها في اصول، فمنها طبعا الاسهم، فحركة الشراء الكبيرة من المستثمرين الافراد على المؤشر السبعيني بتساعد على صعود السوق المؤشر واستمرار صعوده في الفترة اللي جاية. باعتقادك أستاذ محمد، لماذا بتتزايد المشتريات المحلية والأجنبية بالبورصة المصرية في الوقت الحالي؟ طبعا لما زالت ان اسعار الاسهم ما زالت رخيصه، نتائج اعمال الشركات بشكل عام ايجابيه جدا، طبعا فرصه ارتفاعات التضخم في الوقت الحالي بتخلي المستثمرين ان هم يشتروا في الاصول بشكل عام، فبالتالي الاسهم من ضمن الاصول اللي ممكن تكون فرصه كويسه للارتفاع. لو توقعات التعويم ان في يكون في تحرير لسعر الصرف الفتره الجايه، فبرضه الناس المستثمرين بيبداوا يشتروا في البورصه على اساس ان ممكن يحصل تحرير سعر الصرف، فبالتالي يقدر السوق هيكون في مستويات اعلى من كده بكتير. فطبعا الاستثمار دلوقتي في البورصه هو استثمار يعني في فرص نمو كبيره وفي فرص ربحيه كبيره جدا في الفتره دي، اعتقد هو ده الاسباب الرئيسيه اللي مخليه المستثمرين تهافت على البورصه تزيد حجم التداول بشكل كبير جدا في الايام اللي فاتت دي. ربما راينا استاذ محمد دخلت شركه بلتون المصريه القابضه سوق التمويل الاستهلاكي بالاردن عبر اوفتك القابضه، ما انعكاس ذلك على الشركه والسهم باعتقادك؟ طبعا لما تكون شركة بتفتح في مجالات مختلفة في أسواق مختلفة بتوسع من بتقلل المخاطر بتاعتها دي من ناحية إنها بتنوع الاستثمارات. سوق التمويل الاستهلاكي هو سوق مربح جدا، سوق واسع جدا، يقدر يعني يستقبل شريحة كبيرة من المجتمع، يبدأ يحقق أرباح إيجابية جدا، طبعا إنتاج الأعمال اللي هتحصل من خلال هو سوق الشركه اللي في الاردن اوفتك القابضه.
اعتقد ان هي هتزود ارباح السهم. يمكن احنا شفنا السهم في اليومين اللي فاتوا، النهارده قافل على 3.55 جنيه، حقق عمليات تداول كبيره جدا في اليومين اللي فاتوا دول، عدت النص مليار تداول، سهم متداول. طبعا عندنا منطقه المقاومه بتاعت السهم عند ال4 جنيه، اعتقد ان هو يقدر يوصل لها بسهوله جدا خلال اليومين الجايين، المدعم 3 جنيه، ويقدر يعدي كمان المقاومه ويقدر يعدي ال4 جنيه، بتوقعات ان يفتح اسواق جديده، بتوقعات ان يكون فيها زياده في الارباح، وخاصه الاسواق الخارجيه حتى تدخل دولار او عمله اجنبيه للشركه، فبالتالي هتبقى في فرصه اكبر لزياده الارباح بشكل اكبر. أستاذ محمد، يعني أقرت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات استحواذ شركة أبو ظبي القابضة، وكشفت عن نمو أرباحها بنسبة 143%، ما تأثير ذلك باعتقاد حضرتك؟ طبعا زي ما احنا قلنا ان الشركات الاجنبيه والعربيه، شركه ابو ظبي القابضه لما تيجي تبدا تشتري 30% من سهم سيدكو، طبعا بتساعد، ده فرصه المستثمرين، ان احنا بنقول ان الشركات المصريه رخيصه، تعالوا اشتروا، تعالوا حطوا استثماراتكم معانا، طبعا دي حاجه ايجابيه جدا. فلما نشوف شركه زي ابو ظبي القابضه بتخش، فده بينعكس بالطبع على سهم سيدي كرير اللي شفنا نتائج اعماله وصلت 143%. يمكن سهم سيدي كرير حقق نتائج اعمال 81 مليار جنيه مقابل 744 مليون جنيه، طبعا نتيجة أعمال كبيرة، أرباح زايدة بشكل كبير جدا. طبعا ده نتيجة المبيعات اللي حققها من 9.7 مليار جنيه مقابل 5.8 مليار جنيه، وطبعا زيادة المبيعات مع زيادة الأسعار عملت أرباح إيجابية جدا جدا لسهم سيدي كرير. فطبعا بيع شركة سيدكو أو 30% هيأثر إيجابا على سيدي كرير. يمكن احنا شايفين السهم بيتداول عند منطقة 29 78، في انخفاض النهارده شوية، لكن ده نتيجة جني بعض الأرباح الطبيعية، لأن السهم طالع من منطقة ال 24 جنيه، فكان طبيعي إن احنا ممكن نشوفه عند 30 جنيه 31 جنيه جني لبعض الأرباح. السهم ممكن نشوف فيه أرقام أكبر من كده في الفترة الجاية، خاصة إن احنا بنتكلم إن الأرباح اللي حققت دي في 9 شهور بس، فطبيعي مع استمرار المبيعات دي هنقدر نشوف أرباح أكبر من كده بكتير في نهاية السنة. أستاذ محمد، في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية، ما هي الفرص الواعدة داخل سوق المال المصرية؟ وأبرز مستجدات ملف الطروحات؟ طبعا الفرص الواعدة في السوق المصري هي كل الشركات اللي عندها ذراع استثماري خارج مصر أو عندها فرصة للتصدير. في الوقت الحالي هي دي القطاعات الواعده، وهي دي القطاعات اللي فيها فرص نمو بشكل كبير. القطاعات اللي هتتاثر بشكل كبير في تتاثر ايجابا بتحرير لسعر الصرف، زي قطاع مثلا العقاري، انه هيبدا تحريك للاسعار العقارات، فبالتالي ده سوق فيه بوتنشال. شركات الاسمده زي ما احنا بنشوف كل الاستثمارات الاجنبيه عايزه تستحوذ على شركات الاسمده، على اساس ان الاسمده تصدر بشكل كبير جدا في الفتره اللي فاتت، وخاصه مصر فيها شركات اسمده قويه جدا تقدر تصدر، عندها قدره للتصدير بشكل كبير جدا. ده برضه من القطاعات الواعده، شركات البترول، شركات الخدمات الماليه غير المصرفيه، مع التوسع في الاقراض والتوسع في وارتفاع اسعار الفائده في الوقت الحالي، برضو هتحقق، يعني هنشوف نتائج اعمال ايجابيه جدا للشركات التمويل بشكل عام، اللي هي شركات الخدمات الماليه المصرفيه، القطاع كله. اعتقد دي القطاعات الواعده في الوقت الحالي للسوق المصري. انتقل معك استاذ محمد لتحليل ابرز ما جاء في اسواق المال الاماراتيه، وابدا معك من بورصه ابو ظبي التي ارتفعت في جلسه اليوم. ما تحليلك لاداء المؤشر ومساره المتوقع؟ طبعا بورصة أبو ظبي في الفترة اللي فاتت، يمكن في ال10 أيام اللي فاتوا كان فيها تراجعات بشكل كبير جدا، أو الأسبوعين اللي فاتوا كان فيه تراجعات بشكل كبير جدا نتيجة الأحداث في فلسطين ونتيجة الأوضاع في المنطقة بشكل عام. ف
فكان فيها تراجعات. يمكن احنا النهارده مؤشر ابو ظبي يبدا يتماسك ويبدا يرتد مره ثانيه، لان هو وصل لمنطقه الدعم الرئيسيه بتاعته اللي هي منطقه 9000 9100 وبدا يرتد منها، وصلنا ل 9285. اعتقد في فرصه ايجابيه للشراء في الوقت الحالي في سوق ابو ظبي، على اساس ان احنا لسه قدامنا من 9000 نقطه لحد ال 10000 نقطه، في حوالي 1000 نقطه في الفتره اللي جايه دي يقدر السوق يتعافى، خاصه ان احنا الاوضاع في المنطقه ما زالت في نفس وضعها، ما يعني مش الاسوأ اللي حصل يعني. ف يعني شايف ان الفرصه ايجابيه في سوق ابو ظبي، ان احنا لسه في قدامنا فرص نمو. طبعا بورصه ابو ظبي يعني الشركات فيها محققه ارباح ايجابيه جدا، نتائج موسم، احنا في موسم نتائج اعمال في الفتره ديت، فطبيعي ان احنا ممكن نرتد بشكل كويس قوي من المنطقه دي. بالنسبه لسوق دبي المالي الذي عاد للصعود اليوم، ما تحليلك لاداء السوق؟ بالطبع برضه سوق دبي كان اتأثر سلبا في الأسبوعين اللي فاتوا من أحداث فلسطين، ونفس القصة يمكن وصل لمنطقة ال 3700 نقطة و 3500 في المنطقة دي، منطقة الدعم الرئيسية. السوق يرتد تاني 3838 النهاردة، المقاومة الرئيسية ل 4000 نقطة. أعتقد موسم، يعني إحنا في موسم إنتاج الأعمال، هيساعد على استعادة السوق توازنه مرة تانية ويبدأ الصعود بشكل كبير في الأيام القادمة إن شاء الله. ما هي القطاعات برأي حضرتك الواعدة داخل أسواق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة، وأين بتوجد الفرص داخل الأسواق؟ يعني القطاعات الواعدة سوق المال في سوق الإمارات بشكل عام، سوق الخدمات المالية غير المصرفية في التوسع للتمويل، السوق العقاري طبعا بشكل كبير جدا، يعني قطاعات متنوعة مش قطاعات بعينها، كل تقريبا معظم القطاعات في الأسواق، خاصة إن سوق دبي وسوق أبو ظبي أصبحوا في مرحلة إيجابية أو مرحلة نضوج، فبالتالي كل القطاعات فيها فرص نمو. نقدر نستغل اي تراجعات تحصل نتيجه اي احداث تحصل في الاقتصاد او في السياسه في المنطقه، في اي تراجعات دي تكون فرص جيده للشراء، خاصه ان احنا كان زي ما قلنا في السوق بدا ينضج، بدا يستوعب، بدا حجمه يبقى كبير، فبالتالي اي تراجعات انا شايف ان هي ممكن تكون فرص ايجابيه للشراء، لانها تكون يعني فرصه نمو كبيره في الفتره الجايه. برأيك أستاذ محمد، يعني ما هي الأسباب وراء طرح حصة من شركة مواصلات دبي للطرح العام الشهر المقبل، وحجم طبعا الإقبال المتوقع؟ تمام، طبعا سوق الطرح الجديد هو طرح حكومي تاكسي دبي، هم الحكومة في دبي مستهدفة 300 مليون دولار. طبعا هو طرح كبير، طرح فكرة جديدة. الأسباب طبعا ان احنا بيطرح قطاع جديد في السوق، قطاع ان احنا القطاع يعني هو استهلاكي وفي نفس الوقت هو ليه علاقه بالسيارات والحاجات دي، فطبيعي ده حاجه سوق قطاع جديد ممكن نشوفه. الحكومه بتحب تتخارج، بيبقى في جزء من التخارج من القطاع الحكومي بشكل عام، مشاركه القطاع الخاص في مع القطاع العام في الاستثمارات، طبعا ده بيأثر على السوق بارتفاع حجم التداول وحجم السوق بشكل عام. اعتقد ان يعني اللي شفناه في الطروحات الحكوميه الاخيره، يمكن ده اول طرح السنه دي، في الطروحات اللي حصلت السنه اللي فاتت او اللي قبلها من الطروحات الحكوميه كانت ايجابيه جدا، وبت يعني مستهدف انه ممكن يكون، انا اتوقع ان السوق الطرح ده ممكن يغطى اكثر من مره يعني. نشكر الأستاذ محمد حسن مدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية على مشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع، فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار الطاقة، فيما ارتفعت المعادن النفيسة والعملات الرقمية،
وهبطت أسعار النفط بنسبة 1.57%، ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 88.14 دولارا للبرميل الواحد. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات اتساع نطاق الصراع الدائر في الشرق الأوسط وترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة الأسبوع الجاري. من جانبه حذر البنك الدولي من أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 150 دولارا للبرميل في حال أدت الحرب بين حماس وإسرائيل إلى تكرار الصراع الشامل الذي شهده الشرق الأوسط قبل 50 عاما. وذكر البنك في أول تقييم رئيسي له للمخاطر الاقتصادية لتصعيد الحرب خارج حدود غزة أن هناك خطرا بدخول تكلفة النفط الخام إلى مياه مجهولة حسب تعبيره. وأضاف أن سيناريو الاضطراب الكبير المماثل لما حدث عام 1973 من شأنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات ورفع سعر برميل النفط من حوالي 90 دولارا إلى ما يتراوح بين 140 إلى 157 دولارا. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة 0.64% عند 2011 دولارا للأوقية. وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين وسط إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية ووسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ في الأول من نوفمبر ويستمر على مدار يومين. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.15% لتغلق فوق مستوى 34 ألف دولار. وصعدت أسعار العملات المشفرة خلال تداولات اليوم وسط ترقب مستثمري الأصول عالية المخاطر لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد مسار السياسة النقدية. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى لقاء غدا مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم ريهام الدويك، دمتم في أمان الله.